حول ذلك ينضم معنا عبر الهاتف الوكيل المساعد للتطوير والأداء بوكالة التوثيق بوزارة العدل المهندس عماد السعيد. أهلا بك مهندس عماد إلى نشرة التاسعة من الإخبارية. بداية، كيف يتم تنفيذ هذه الخدمة؟ ما هي آليتها؟ حياك الله أستاذ كريم وشاكر لكم وطيب الاستضافة. طبعا ابتداء وزارة العدل من خلال السنوات الماضية ابتدأت بتقديم خدمات التوثيق عن طريق قنوات جديدة منها الموثقين. الموثقين هم طبعا من حمل الشهادات القانون أو المحاماة أو الشريعة، واللي قد وتم ترخيص لهم بتقديم خدمات كتابة العدل نيابة عن كتابة العدل من خلال القنوات الرقمية المتاحة. ابتداء يمكن للمستفيد أي مستفيد أن يتواصل مع الموثقين من خلال موقعهم الرسمي أو من خلال التطبيق المتاح للجوالات الذكية، بحيث أنه يستطيع طلب الخدمة المرغوبة والحصول على الخدمات التوثيقية مباشرة من خلال الموثقين. والموثقين طبعا متاحين على مستوى المملكة في جميع المناطق ويمكن للمستفيد أن يحدد هل يرغب بالحصول على الخدمة في مقره، يعني في بيته ولا في مكتبه الخاص أو في مكتب الموثق، بحيث أنه يستطيع القيام بعملية الإفراغ، عملية الرهن، عملية التوكيل، كلها مباشرة من خلال الموثقين. وهي يعني تعتبر خدمة نوعية متاحة على مستوى المملكة. طيب، كل هذه الخدمات التي يقدمها الموثقون التي ذكرناها قبل قليل، هل يستطيعون أن ينفذوا كل هذه الخدمات؟ ألا يكون هناك مثلا طلبات كثيرة عليهم أو طلبات متزايدة؟ طبعا جميع الخدمات المتاحة هي ما ذكرتها في التقرير، والموثقين عددهم تقريبا يفي بالطلب، يعني 2000 موثق على مستوى المملكة. هذا يعني يعتبر رقم مناسب. طبعا خلال الإحصائيات الماضية خلال فترة الجائحة، نظرا لإغلاق الدوائر الحكومية بموجب التوجيه والأمر اللي صدر في بداية الجائحة، كانوا هم القناة الرسمية المتاحة للمستفيدين، وتم التواصل معهم وإبلاغهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حماية لهم وللمستفيدين، وقدموا الخدمات بشكل متميز. يعني وصلت الأرقام خلال الأسابيع الماضية إلى أرقام تنافس أيضا الخدمات المقدمة من خلال كتابة العدل، وهذا دليل أنه بإذن الله يعني الطلب، كل ما زال الطلب فإن الموثق موجود بحول الله. طيب مهندس عماد، يعني هل لا زالت هناك خدمات تستوجب الحضور لمقار مكاتب العدل؟ طبعا خلال الفترة الماضية من بداية التحول الرقمي للتوثيق بدأنا بتقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية ومن خلال الموثقين. توجد خدمات تعتبر لا يمكن تقديمها إلا من خلال كتابة العدل، وهذه موجودة وقائمة، لكن في طور التحول الرقمي بإذن الله الموثق يقدم تقريبا 80% من الخدمات التي تهم المستفيد عقاريا خصوصا والوكالات بجميع أنواعها. طيب أخيرا يعني عماد، مهندس عماد، بالنسبة لتنفيذ هذه الخدمة هل هي بمقابل مادي؟ طبعا طال عمرك هو الخدمة أساسا مقدمة من خلال الموثق، الموثق يعمل الحساب الخاص فبالطبع بيكون فيها مقابل. إذا كان هناك مقابل، هل هو ثابت أم يختلف من موثق لآخر حتى نضع المشاهد في الصورة؟ بالضبط، طبعا المستفيد له حق أنه يطلب العرض المناسب له من أكثر الموثق، يعني المستفيد ليس محدودا على موثق واحد، يستطيع المستفيد من خلال التطبيق المتاح عن طريق الأجهزة الذكية أن يقدم طلب خدمة وتأتيه عروض بأسعار مختلفة، ويختار العرض الأنسب بالنسبة له واللي يراه يعني في حدود قدراته المالية، بحيث أنه يستفيد من الخدمة.